حسيت انه انت الوحيده اللي ممكن تسمعيني، حسيت انه انت الوحيده اللي بتحبيني لاني مازن، مو بتحبيني لانه هذا الشاب اللي معي مصاري. انا ابي انقتل. لما سالوني بتعرف لي قتل ابوك، كنت رح احكي، كنت رح اقول كل شيء. صفنت، قمت سكتت، خفت. اللي قتلوا ابي ناس مأذيين، خفت يأذوني. بتعرفي انه اصعب شيء بالدنيا انك تعرفي الناس اللي تارك عندهم وما تقدري تعملي لهم شيء. انا بعرف اللي قتلوا ابي واحد واحد، بس ما بقدر احكي. الله يرحمه. المهم انت هلا وشيل من راسك قصص الدار والعلاك اللي مصدي. ابوك ترك لك مصاري كتير وانت لازم تساويهم اكتر. ابوك مات ومشي الحال، واذا بدك تروح لتقتل اللي قتلوا ابوك بتكون ضوعت مستقبلك بايدك. فكر بعقلك وعرف مصلحتك وين. مصلحتك هي بالشغل وبالمصاري وبانك تكبر وتصير اكبر من اللي قتلوا ابوك، هيك بتكون اخذت بدارك. بتعرفي لينا، انا كنت حب بابا كثير. بابا ما كان يعاملني انه هو اب وانا ابنه، كان يعاملني مثل رفيق، مثل اخ كبير. بس هلا بابا مات وحط برقبتي دمه، حط برقبتي اخي المريض اللي ما له حدا بالدنيا غيري. ليش انت عندك اخ؟ ايه عندي، عندي اخي طارق، هو اكبر مني بثلاث سنين، مريض. هو مثل ما بيقولوا عنه العالم انه منغولي. هلا بابا كان ما يحبه، كان يتبرى منه، حتى كان مسمي حاله ابو مازن. حتى أنا بحياتي ما فكرت فيه، كنت أقول لأبي إنه ما هو حق يعمل هيك فيه. بس لما شفت أبي مقتول قدامي حسيت إنه ما عاد بإيدي حدا بالدنيا غيره. أول مرة بحياتي بحس إنه عندي أخ، صرت أحس إني أنا مسؤول عنه، وإنه أنا كل شي بدي أعمله بالحياة رح يكون له. مازن أوعك تكون ضعيف أو تخلي شي بالدنيا يضعفك. أبوك مات وأخوك واحد مريض، ما رح يفيدك بشي. المهم أنت هلأ ومن بعدك الطوفان. أنت هلأ ورثت مصاري كتير، يعني صرت مليونير. التار ودم أبوك ما رح ينفعوك بشي، ولا حتى أخوك رح ينفعك، لأنه بهالدنيا معك قرش تسوى قرش، ما معك قرش ما بتسوى شيء. حط ايدك بايدي يا مازن وخلينا نشتغل سوا وشوف كيف رح تطلع كسبان. ماما ماما ايه تقبل عظامي. اهلا وسهلا يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. لك الله يسلم عمرك، عم تدعي لي؟ اكيد تقبرني، الله بيعلم قديش عم بدعي لك. يا رب تكمل معي يا امي يا رب. امين يا ربي، دخيلك يوفقك ويحقق لك كل احلامك ان شاء الله. رح موت من جوعي، شو طابخه؟ يبعث لي حمى خس الجوع، عامله فريكه وتبوله تقبرني، نص ساعه بس بيكون الاكل جاهز. لك على راسي.
لازمك شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدك شيء؟ بدنا حدا ينظف لنا الغرفة. على راسي. عندك بنات مو؟ طبعا. ايه لأنه لمعلومك الحاجة ما بيهون عليها يفوت شباب. ولا يهمك. يا علا. أمي. اطلعي نظفي الغرفة رقم 9، نظفيها منيح. طب وبعدين يعني أنت رح تخليها تطلع تنظف الغرفة؟ ماما اطلعي نظفي الغرفة وبلا دعي فاضي. معقول فاتنة تكون عم تكذب علي؟ وما عم تشتغل هون مثل ما قالت لي؟ وليش رح تكذب؟ ما عم افهم. بس هي صورت لي خالتها على انها وحده عقيره كثير. انا اللي شايفه غير هيك. يا خالتي! من وين هذا الصوت؟ لا تحكي الهم، ما في شيء ما في شيء. شو بدك وليه؟ خالتي مشان الله والله رح موت. ليك شربت من هاي المي وكثير وسخة الله يوفقك، بس بدي مي نظيفة. وسخة مثل شكلك. احمدي ربي اني عم جيب لك مي. خالتي شو عملت لك؟ والله ما عملت لك شيء انا والله. كل اللي سويته اني حبيت، شو كفرت انا؟ حبك مرس. اسمعي لي. هي ابوكي عم يتصل من الصين. اسمعي لي هلا بتحكي وبتقولي له انك منيحه وما فيك شيء. اذا حكيتي هيك طعميكي وبشربك. الو فؤاد. اهلين حبيبي، كيفك؟ الاولاد ممتازين بجننوا. سوسن وعلا بالمدرسه. في فاتنة تحكي معها؟ طيب حبيبي. ألو؟ كيفك بابا؟ منيحة؟ منيحة منيحة بابا، أنت كيفك؟ والله أنا مشتاقك يا بابا، ديري بالك على حالك وعلى أخوانك. وأنا مشتاق لك. لا ما عم ببكي، بس مقربة شوي. ان شاء الله عافية يا بابا. ماشي بابا، انت كمان دير بالك على حالك. الو فؤاد. ايه حبيبي لا تهكلها، بحطها بعيوني. تعرف غلاوتها عندي. باي باي. خالتي الله يوفقك، جيبي لي مي. هاي مي. خالتي مالك شايفتيها كيف وسخه؟ الله يوفقك خالتي، والله ما بدي اكل ولا بدي شيء بالدنيا، مشان الله بدي مي، مشان الله. لا تتكبري على النعمه. لك والله رح موت، والله رح موت. موتي؟ يا ريت تموتي. بتريحي حالك وبتريحيني. برافو عليكي، موتي. شو عملت انا يا الله؟ والله ما عملت شيء بحياتي، والله ما عملت شيء بحياتي، والله. شوي بتخلص غرفتكم. استاذ شوي بتخلص غرفتكم. انا غرفة غرفتكم. ايه شدي 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 ايدك شوي، شدي يا لك. والله هلكت يا خالته. هنك شو مساوي ليه؟ خلص خلص حبيبتي، نطفت الغرفة. شكرا. لا شو نطفت؟ كلها مقنشحة لسه الأوضة.
خلص يسلموا ايديك حبيبتي يسلموا ايديك خلص. شو بك شو بك لسه بتنحر فيي كسرت لي ايدي شو في؟ عرفت وين انا فاتنه؟ وينها؟ خالتها مرت ابوها حابسها بغرفه الكراكيب. ايه شو كيف يعني؟ هلا وقتوات عادي عادي لك كيف؟ صحة وهنا. لك أهلين أبو البيس دقيت لك كثير ما رديت وينك؟ إمتى؟ طب وين أنتوا هلا؟ بدكم أجي ساعدكم؟ ماشي ماشي يلا جاي الله معك خير إن شاء الله أمي شو في؟ انقتل أبو لرفيقنا مازن يا لطيف وكيف انقتل؟ والله علمي علميك يا حرام مازن وينك لهلا؟ عم دق لك موبايلك مسكر والله كان عندي شغلة طيب يلا خلينا نروح لأنه تأخرنا يلا لوين؟ بدنا نروح نصلي على أبوك العصر بعدين ناخده وندفنه وما حلو العالم عم تستناك يعني عيب وكيف عرفوا العالم؟ خلص بعدين أنا فهمك خلينا نروح يلا المهم هلا بدنا نتحرك وهربت منا واجيت لهون ايوه طيب هلا نحنا شو بدنا نساوي؟ ما بعرف بس لازم نخلصها كيف؟ تركيني افكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم يا حضرة النبي المصطفى وعلى نية الشفاء وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا لهم منا الفاتحة أنا فحار أنا هاي أدعيت في منا أنت ماذا؟